انا قبل ما اختم عايز بس اعمل حاجه كان المفروض اعملها في اول الحلقه اللي هي اتعرف على نتعرف عليكم بعد ساعه. احنا خدنا الموضوع كده يعني على مشابه. طب عايزين نعرف الناس دعاء درست ايه ودينا درست ايه على الاقل يعني. احنا الاثنين دارسين اداب انجليزي جامعه القاهره. انتوا الاثنين انتوا مشيتوا المشوار التعليمي كله مع بعض مفيش واحده هي درست سينما درست مصر. هي درست سينما بعد كده معهد سينما وانا درست مسرح. ابتديت امثل من 2009 للاسف ماما ما شافتنيش هي بابا اللي شاف كان شيء متوقع خالص انا ولا بابا كان متوقع انا امثل خالص يعني من عايزين مش عايزين يعني كنتش عايزه انا وريته اخر حد خالص المسرحيه يعني الناس جت المسرحيه اول يوم وتاني يوم فجت قلت له تعالى اتفرج تعالى اتفرج ما صدقش قال انا مش متوقع اتعاملي ده امتى وتعاملي ده مش متوقع مش متوقع زي ما هو كان بيخبي على قلبه نفس الحكايه احنا دينا بقى انا اتخرجت على طول من اداب انجليزي قررت ان ادخل اخراج وقلت يعني نزلت تدريب في التلفزيون الاول مع استاذ هاني اسماعيل وبعدين نزلت مع استاذ خالد يوسف من الاول قلت انا عايزه انزل اجرب مساعد مخرج وان انا مش عايزه واسطه يعني عايزه ان ادخل انزل التدريب ده تتدربي وتاخدي المشوار من الاول بدات والمعهد ودرست في الاردن المعهد العربي للفيلم درست سينما وبابا كان متحمس جدا يعني انت في السينما بعد رحيل بابا عملت فيلم اسمه جاي الزمان ده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله باذن واحد احد في الحلقه القادمه